والطيار يطلع برا والطيار يطلع برا المبادرة الأنبياء مبادرة نسائية جاءت تضامنا مع المرأة الفلسطينية لما تتعرض له من اغتصاب وعنف، وأن مجموعة من الحقوق الدولية نجدها في الآونة الأخيرة تم هتك هذه الحقوق، وبالتالي جاءت هذه المبادرة للدفاع عن المرأة الفلسطينية ومطالبة المنظمات الدولية والمؤسسات مسؤولة عن حقوق الإنسان بوقف الإبادة الجماعية ضد المرأة الفلسطينية والنظر إلى المرأة كرمز للمجتمع ولما تقدمه. مجموعة من المنظمات النسائية التي شاركت في هذه من اتحاد العمل النسائي، المعهد المتوسط الديمقراطي للتنمية والتكوين، جمعية مصر للتنمية والتكوين، ومجموعة من المبادرات الأخرى ضمن الجهة، لأن المبادرة لا تشمل طنجة فقط، هناك جمعية على المستوى الجهوي جهة طنجة تطوان الحسيمة مشاركة أيضا في هذه المبادرة النسائية، وخاصة على غزة وفي مقدمته نساء فلسطين حلوات فضلا عن تعرضهن للتجويع والتقتيل والأسر مثل سائر الشعب الفلسطيني يتعرضن كذلك، فضلا عن كل ذلك للعنف والعنف الجنسي والاغتصاب على يد قوات الاحتلال وفي أشكال من العنف المصنفة دوليا كجرائم حرب. لذلك أردنا أن نجعل من هذه المحطة محطة نضالية، هذه المحطة النضالية الأممية محطة صرخة وغضب من أجل الاحتجاج على ما يرتكبه الكيان الصهيوني الغاضب من حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة بشراكة كاملة مع الإمبريالية الأمريكية وكل من معها من الدول الغربية. اللي تنظمت على مستوى الجهة حتى ضلاتها جهة طنجة تطوان الحسيمة، مسيرة الغضب، مسيرة اللي عنوا فيها الفعاليات النسائية على التضامن ديالهم مع الشعب الفلسطيني ومع النساء الفلسطينيات، تنديدا بكل ما يقع في فلسطين، تنديدا بالاغتصاب اللي كيتعرضوا له الفلسطينيات، الاغتصاب اللي هو سلاح خطير ديال الحرب، سلاح همجي، سلاح عنده نوع خاص لأنه كيمرغ الكرامة ديال الإنسان، كيمرغ الكرامة ديال النساء. هذه المبادرة هذه ضمت المغربيات، ضمت الجمعيات النسائية، جمعيات حقوقية، حرصت على أنها تخلد 8 مارس وتعطيه واحد الصفة خاصة هذه السنة بما يتناسب مع الظرفية العامة اللي كنعيشوها، وهي اش غادي نقول، وهي العدوان الغاشم على فلسطين من طرف الصهيونية أمام صمت كل القوى ديال العالم، كل يتفرج دون أن يبدي أي تنديد، دون أن تكون هناك، وكأنما يقع عادي وطبيعي. المنتظم الدولي كيعيش واحد التفكك، كيعيش واحد الصمت. بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، وأمام هذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية بغزة، وأمام تقتيل النساء والأطفال والقضاء الممنهج على سكان وساكنة غزة، الجمعية النسائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة ارتأت تنظيم هذه المبادرة للتضامنية
مع نساء وأطفال غزة. وجمعية الأنوار انضمت أيضا انضمت لهذه المبادرة، ورغم هذه الأجواء الماطرة ورغم الظروف لم تثنينا هذه الظروف على المشاركة وعلى الانضمام لهذه المبادرة وعلى إنجاحها.